قدم محطات التوليد والخطوط الناقلة للطاقة والتخصيصات المالية تضاف إليها عمليات التخريب التي قامت بها عصابات داعش أسباب عزتها الوزارة في تردي واقع الكهرباء. الوزارة تعاني معاناة من ناحية المادية، وبذلك قد تتأخر مشاريع نقل الطاقة، وهذه بالنتيجة تأثر على المستهلك بتجهيز المستهلكين بالطاقة. هاي أحد المشاكل. مشاكل أخرى أيضا في توزيع الطاقة، أيضا هناك هدر، هناك شبكات قديمة جدا. الكهرباء الصراحة السنة الوضع الحالي للمنظومة الطاقة الكهربائية أفضل ما وصلنا لهذا العام. صراحة وصلنا أكثر من 16000 ميجا واط إنتاجنا الكلي. هذا حقق يعني بأصعب الظروف. تدري أنت البلد ده يحاط بمجموعة عقبات وعوائق، الحرب مع عصابات داعش الإرهابية أدى إلى فقد أجزاء من وحداتنا العاملة في النينوى وفي الأنبار. تم إعادة بظرف قياسي المحطات اللي في محافظة الأنبار، والعمل جاري على إعادة المحطات في محافظة نينوى. قطع الغيار المستخدمة في صيانة المولدات والزيوت التي تستوردها بعض الشركات من مناشئ غير معتمدة ولا تملك معيارا للجودة تسببت بأضرار كبيرة للتوربينات بحسب المختصين. هذا المؤتمر هو فد محاولة، هاي المرة الثانية، قد المرة الأولى عقد في دبي. الآن دعينا شركة شل تجهي، ودعينا عدد أكبر من المهندسين، حوالي أكثر من 100 مهندس وفني من كافة أنحاء العراق، محطات التوليد في الشمال والوسط والجنوب، لمناورة للتثقيف، للمحاورة لمحاولة تطوير استخدام الزيوت. أحد الأسباب الرئيسية للانقطاعات التي تحدث في الكهرباء، في خدمات الكهرباء للمواطنين، هي عدم استخدام زيوت صحيحة. وتسعى الوزارة إلى تحسين الواقع الكهربائي في عموم العراق، خصوصا المناطق المحررة لا سيما وأن الحكومة تحاول فتح مجال الاستثمار في المناطق المحررة للإسراع في إعمارها وإعادة نازحيها. ولا تدخر الوزارة جهدا في تحسين إنتاج الطاقة الكهربائية بعد تأكيدات بدخول عدد من محطات التوليد إلى الخدمة. من بغداد، جابر جمال، قناة الرشيد الفضائية.